غير أنه يجب أن تستدعي تفكيراً عميقاً صادقاً بغية حفها بحيث نجعل من الطقس الأوكارستي مكان مديح وصلاة ومشاركة وإصغاء وصمت وعبادة احتراماً لسر الله الذي يكشف عن ذاته في المسيح تحت أعراض الخبز والخمر، وذلك في جو فرح واحترام يشعر معه المؤمن لأنه عضو في جماعة مؤمنين وصالح مع الله الآب بفضل نعمة الروح القدس. الأفخارستية هو أقدس نقطة صلاة وأعلاها، إنه الصلاة الكبرى. أيها الإخوة والأبناء الأعزاء، القربان الأقدس يعني أن الله يقيم معنا، على ما جاء في رواية القديس متى الإنجيل الذي قال: ويدعى اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. لأننا قلنا أن الصليب ليبقى صليباً إلى النهاية، إنه يتحول قيامة. صليب لبنان ستكون قيامته. نسأل الله أن يبقي لكم همتكم وعافيتكم وحنينكم إلى وطنكم.